شلونكم؟ شو اخباركم؟ وانا الحين قبل لا ابتدي بكرر اللي قلته توني، ان هذا بث حي، وفي البث الحي تصير سوالف قبل لا ندخل في الموضوع، لان لما ارفع الحلقه على يوتيوب يقولون لي اوه 5 دقائق 10 دقائق لما دخلتي في الموضوع، لانه هو بث حي فاسولف معاكم قبل، واللي حاب انه هو يطوف يحضر الحلقات الثانيه. المهم ان اليوم اولا معكم علي المؤيد، اهلا وسهلا. كالعادة كل الحلقات تنحفظ على انستغرام، عادة يكون البث الحي على انستغرام او تليجرام بعض الاحيان، الساعة 1 بعد الظهر بتوقيت السعودية يوم الخميس. واحفظ الحلقات مكان ما نزلت، اذا نزلت في تليجرام احفظها في تليجرام، واذا نزلت في انستغرام احفظها هني، واسجل منها نسخة وانزلها على اليوتيوب، فالارشيف كله موجود على اليوتيوب للحلقات السابقة. قبل لا نبدأ بس بغيت أقول أن عندي مقعد إضافي فضى أمس لرحلة الهند. قلت لكم إحنا بنروح الهند إن شاء الله في شهر 11، رحلة نسائية صحية توعوية، رحلة نقاهة، بنروح أسبوع وبنتكلم في هذا الأسبوع، هو بيكون كأنه دورة كاملة في هذا الأسبوع، مو بس تروحين وتستانسين وترجعين، تروحين وتتعلمين وترجعين وتطبقين وتغيرين وتتغير حياتك ويتغير مجرى كل شيء. فان شاء الله بقالي فتح عندي مقعد جديد، فالتسجيل مفتوح على aliaacademy.com او aliaretreats.com. بيكون موضوع الرحله الشامل الشباب الدائم ومكافحه الشيخوخه، يعني شلون نتطور في العمر ولكن نبقى شباب، مو بس شكل وعمليات وبوتوكس واشياء، لا نبقى شباب حقيقه من داخل جسمي، يشعر بحيوية، يشعر بالصحة، أعضائي من داخل صاحية، أحبالي صوتية صاحية، شعري صاحي، بشرتي صاحية، مو بس الأشياء السطحية اللي يتكلمون عنها اليوم في عالم التجميل، احنا قاعدين نتكلم عن حقيقة الشباب الدائم عشان حتى أصل إلى العمر المديد بإذن الله بصحة. فالهدف هو أن الواحد مو بس يضعف ولا أنه يكون شكل أصغر من سنه، هو الهدف حتى أن أنت مع تقدم العمر حتى الموتة تكون بصحة. أعرف أن هاي الجملة غريبة، بس حتى موتتنا هالأيام الناس قاعدة تموت على مدى 10 سنوات، على مدى 20 سنة، لأن ما بس يموت الأوليين، الشخص الصاحي خلينا نقول أو الأصح ممكن أنه هو يوصل إلى العمر الطويل وبعدين يموت، ايش صار فيه؟ بس مات من لان عمره مات يعني، بس مو شرط انه هو مرض، صار له 20 سنة مريض من مستشفى لمستشفى ومن دواء لدواء ومن كذا لكذا. فهذا هو الهدف، كلنا بنموت، ما حد بيبقى، ما عندنا ناس مخلدين، ولكن الهدف هو ان انت كيف تستطيع ان تهيئ جسدك لان يصل الى هذا العمر المديد بصحة، تقدر تمشي، تقدر تتحرك، تقدر تشعر بصحة، تشعر بحيوية، تشعر بهذا النشاط. فهذا بيكون حوارنا الأسبوع كله، بنتكلم على الصعيد التغذوي الجسدي النفسي الروحاني، بنسوي تأملات، بنروح نتمشى، بناكل أكل لذيذ وصحي مزروع في المزرعة هناك، طبعا الهواء النقي والسوالف والضحك فالمكان جدا جميل، وإحنا رايحين كذا مرة من قبل، كوننا صداقات كثيرة في السابق، وإن شاء الله أتطلع لهذه المجموعة الجديدة نتعرف عليكم. فاللي حابة تسافر معي بقالي مقعد واحد فقط، التسجيل على aliaretreats.com، وإذا خلصت المقاعد بنخبركم أيضا، وممكن أن تدخلون على قائمة الانتظار إذا خلصت المقاعد. فإذا من صدقك وصدق تحسين تبين هذه الرحلة وصدق أن أنت ناوية عليها، ادخلي سجلي اليوم. اوكي، خلصنا عن الرحله، الحين ندخل في الموضوع. اليوم بتكلم لكم عن قصه ذاك اليوم تذكرتها. قبل سنه ونص تقريبا حضرت دوره تامل، كان المدرس مالنا قاعد يسولف وقال لنا شيء حسيت انه تم في قلبي داخل، قال ان انا ولدي مؤخرا صار عمره 21، وكان بيني وبينه حوار، هو يقول يعني عنه هو ولده، كان بيني وبينه حوار وقلت له يا فلان انت الحين وصلت هذا العمر، انا الان اسلمك الى الحياة،
يعني كأن أنا دوري انتهى وأنا الحين أسلمك للحياة، تقدر تتعلم منها، تقدر تسوي فيها أغلاط، وتقدر حتى تختار إذا بتموت أيضا بيكون راجع لك أنت الخيار. يعني ما قصده أن روح موت، بس قصده أن عندك الحرية الآن أن حتى تتخذ قرارات خاطئة حتى لو بتوديك في داهية، أنت خلاص أنت الحين المسؤول. وقالها كذي يعني عادي، قال إيه والله أنا كنت أسولف مع ولدي وقلت له أن أنا الحين أسلمك للحياة، وإذا تتعلم وتغلط وتستانس وحتى إذا تبي تموت أنت أيضا بتختار، فأنا أسلمك وأنا موجود لك لأكون لك دعم وسند ونصيحة إذا أنت طلبتها فقط. ف يعني احنا الحضور مخلوطين يعني اكثر من اجانب، فانا مو ان انا ما كنت عارفه هذا المبدا من قبل، المبدا موجود وكثيرين من الاجانب يفكرون بهالطريقه، او كثيرين منهم مو بيفكرون بهالطريقه سوري، كثيرين منهم يمكن انه هو يصير هذا القص الحبل قص حبل السره يصير ما يصيرون 18 ولا 21 ولا كذا وينفصلون، بعدين يمكن يرجعون البيت يمكن ما يرجعون. احنا في المجتمع العربي عندنا ان اذا الواحد بيترك اهله كانه تعذيب، يعني كانه قصاص، او يتقعد ضميره كانبك وحالتك حاله. ولكن من منظور الام او منظور الاب ان هي كانها انجبت شخص هي مسؤوله عنه مدى الحياه، وكأن هي مسؤولة عن أنه هو ما المفروض يصير فيه شيء، ما المفروض يصير فيه شيء. وهذا جدا متعب، بس احنا نعرف فكرة الأم اللي تمرض لما ولدها يمرض، وتتعب لما ولدها يتخرج، ولا تحزن لما ولدها يعرس ولا بنتها، لأنه يصير في هذه الفجوة في حياتها. بس أنا اليوم أبي أتكلم عن منظور مختلف شوي، أبي أتكلم من منظور الابن او الابنه، مو بس بقول والله انت يا ام خليهم اطلقيهم خليهم يعيشون حياتهم ويتعلمون من الاغلاط ويتعلمون من كذا، لا انا بتكلم عن من منظور الطفل اللي وصل عمر معين يستطيع ان يخرج به للحياه ولكن يشعر انه مقيد. وحتى لو يكون القيد بعض الاحيان حبل طويل، يعني انا بمد لك حبل شوي بس انت للحين مربوط، بس بمد لك اوكي بزيد لك شوي بس انت للحين مربوط. وهذه خلينا نقول الغرابه تبتدي في ان احنا ننظر لهذا الشيء كانه هو شيء طبيعي في المجتمع العربي. طبعا يمكن في المجتمعات الاخرى ما احنا ما نعرف، طبعا في مجتمعات كثيره مو بس الغرب، في الآسيويين وفي الهنود وفي اليابانيين وفي الروسيين وفي كذا، فمو شرط أن كلهم يتقبلون الفكرة الغربية أن أنا أطلقك بعد عمر معين. ولكن فكرة أن أنا بتعلق في ولدي وما عندي موضوع إلا هو، وما المفروض يصير في شيء إلا وأنا نطيت عشان أساعده، وما المفروض يغلط ولا يضيع ولا يحزن ولا يصير في شيء إلا وأنا موجودة عشان أول ما يطيح أنا شلتك. الغرابة في هالموضوع هي أن إحنا ننظر لهذا الشيء كأنه هو شيء عادي، ننظر لهذه الفكرة كأنها شيء عادي، ولكن هو نوع من التعلق، وأنا بسميه حتى نوع من التعلق السام اللي يخنق أكثر الشخص المربوط باسم أنا أمك وأنا مسؤولة عنك، أو أنا أبوك وأنا مسؤول عنك وأنا أخاف عليك وأنا عارف مصلحتك، فأنا بربط لك حبل وبخليه عليك، بعض الأيام برخيه شوي بعض بس ما بفتحها باسم شنو؟ باسم أن أنا مسؤولة عنك وأنا مصلحتك في بالي، مصلحتك في قلبي، أنا ما حب يخاف عليك أكثر مني. بس ليش تخافين علي؟ أنا أمك، أنت ما تعرف أن أنا. فهل المفروض أن الشخص ما يغلط ولا يضيع ولا يسوي شيء غلط ولا يسوي كذا؟ فيصير هذا الاختناق. فأنا بعض الأحيان في الجلسات يعني أكلم
الأمهات اللي هي مريضة وتعبانة نفسيا لأن صار هذا الانفصال بينها وبين هالشخص اللي هي متعلقة فيه، عادي حتى لو عندها 10 عيال كلهم متعلقة فيهم، فعندها كأنه أحبال طالعة من جسمها، وكل حبل ممدود فيه خوف وقلق وتوتر. وبعدين تيني تقول لي شنو في شيء ممكن أخذه حق القولون، شنو في شيء ممكن أخذه حق تشنج العضلات اللي يصير هني، شنو تقترحين آكل لما يصير فيني صداع وراسي يعورني؟ قصصي هالأحبال، خليهم هما بالونات، خليها تطير، خليها تطير. مو شرط أن أنت بتفقدينها، هي البالونة في لها صلة معاك، بس إذا أنت ربيتي عدل ونميتي علاقة صحيحة بيصير في هذه العلاقة المتبادلة، ولكن مو علاقة تعلق. وإذا هديتني وإذا يعني إذا تركتني وإذا رحت وإذا ما سألت عني وإذا عشت حياتك، إذا عشت حياتك الشعور اللي بيجي لك مني تأنيب ضمير. فأنت لازم تحس بالتأنيب لأن أنت قاعد تعيش حياتك، هو فقط قاعد يعيش حياته، ما غلط، ما طول لسانه، ما سوى شيء، بس قاعد يعيش حياته، بس وهو قاعد يعيش حياته في هذا التأنيب. فكيف شلون احنا ساكتين على هالشيء اللي قاعد يصير مرارا وتكرارا في هذا المجتمع، قاعد يمرض. بقول الامهات، بس انا دائما قصدي الامهات والاباء ايضا، لان في بعض الاوقات الاب هو اللي كذي صارم شوي اكثر، مو صارم، متعلق شوي اكثر، ولكن بقول الام لان عاده تكون الام. فشلون احنا رضينا وعودنا نفسنا كمجتمع ان احنا كأنه خدرنا روحنا إن لما نشوف شيء كذي نحس إنه هو عادي. بعدين أعطيني علي شيء، ما في أعشاب، ما في شيء ممكن أشربه عشان يهدئ لي هذا القولون ويهدئ لي صداعي ويهدئ لي التشنجات، يمكن عندي نقص فيتامين، شنو التحليل اللي لازم أسويه؟ ذبح روحك، أنت ذبح روحك من هذا التعلق، وهذا التعلق ينتج عنه هذا التوتر والقلق الشديد. ولدي بسافر باكر، ما رقدت الليلة ولا برقد باكر، هو في الطيارة أنا ما أرقد. ليش؟ أخاف. بس هل الخوف أقلق، يعني هل القلق يغير المستقبل؟ يعني لا الحزن بيغير الماضي ولا القلق بيغير المستقبل، بس بيغير من صحتك أنت، بيغير من الخلايا مالتك أنت. فمن ناحية أنا أكلم هالأمهات اللي هي خلاص متكركبة وحالتها حالة لأن عندها هذا التعلق السام، وأن ولدي قرر يسافر ولا قرر يتزوج ولا قرر يروح يدرس ولا قرر أي شيء بعد عمر 18، مسموح لأنه هو يقرر أي شيء يبي، ومسموح لأنه هو يغلط، ومسموح لأنه هو ييلك كدعم، ولما ييلك كدعم ما تقولين لا إيه أنا ما قلت لك، أنا ما قلت لك بتفشل، أنا قلت لك بس لو سامع كلامي. لا، إذا اللي هو كل مرة يسمع كلامك، مع أنه حتى كلامك بعض الأوقات يسويه وبعد يغلط، بس إذا كل مرة سمع كلامك وأنت قدرتي بقدرة قادر تتنبئين بالمستقبل وكل شيء، وقدرتي أن أنت تقينا من أي شيء ممكن يصير فيه، إيش تعلم؟ إيش هالحياة الباصجة، بقول يعني اللي ما لها طعم، اللي حطيتيه فيها، اللي انت خليتيه ما يمر باي شيء صعب ولا تنصقل روحه ولا تنصقل شخصيته، باسم الحب، باسم ان انا خايفه عليك، باسم ان انا انت مسؤوليتي وانا مرضت وانت تكركبت وانت مثلا غلطت ومريت بتجربه اشياء سيئه وانا قلت لك وسويت لك. لا، ممكن انه هو يمر بتجربه سيئه ويتعلم من غلطته، وبهالحاله كل مره يغلط يتعلم ويتعلم درس، والدرس بيكون اقوى طبعا لما هو يتعلمه غير لما انت تقولين لي اياه. وبهالدروس والتجارب اللي يمر فيها هو يصير اكثر ثلاثي ورباعي الابعاد، هو يصير فيه شوي عمق، ينبني شوي اكثر، ينحشي من الداخل، مو يصير بس كذي شخص جميل وفاضي من الداخل ما في شيء ولا في مخ ولا في
ولا في شيء. ف مو بس ولا في مخ، ما في تجارب، ما في تجارب. انتم تعرفون لما واحد يسمع مقابله مع ناس مروا باشياء صعبه، دائما الحوار معهم احلى لانه مروا بشيء فيهم عمق. فالعقل البشري يحتاج انه يشوف ان الشخص الثاني فيه عمق، يصير عنده قبول اكثر هذا الشخص اذا هو فيه عمق، يصير كانه 3D 4D، مو كانه خشبه بس كذي مرسومه ولما يفتر بس يطلع هو 2D وما له لا طعم ولا ريحه ولا شيء. فهذا الحبل اللي احنا رابطين فيه عيالنا، وبعض الاحيان نظن ان احنا رخيناه، نظن ان احنا شلناه الحبل، ان احنا قطعناه، ان خلاص ايه ولدي راح سافر، موقف واحد شك انربط الحبل مره ثانيه ورجع، اكتشفنا انت تكتشفين وهو يكتشف ان هو الحبل اصلا ما انقص، هو حبل السرة نفسه هذا للحين ما انقص، للحين مربوط. ففكره ان انا اتركك للحياه قدر ما تقدرين تقولينها عشان انت ما توصلين الى مرحله هلع وخوف وتوتر، بس بقدر ما بيكون عند هذا الشخص الحريه انه هو يكون حياه ويكون تجارب. فالحين الكفه الاولى جانب الام اللي هي منهاره وصحتها منهاره، وتظن انه هو بعطيها انا شاي اعشاب ولا بعطيها شيء عشان تحل المشكله كلها، ناسيه ان هي كل هذا التعلق السام اللي هي فيه هو اللي قاعد يسبب لها هذه المشاكل. تعلق سام، تعلق سام، تعلق سام، مو طبيعي. وانت لما تربين بهالطريقه انت قاعده تعلمين هالجيل القادم، تعلمين عيالك على ان هذه هي التربيه الصحيحه، ان هذه هي الام العاديه، هي الام اللي ما تنام لما عيالها مسافرين، ما تنام لما ما يتصلون فيها، ما تنام لما اوكي يعني ممكن ان انت تقلقين شويه، ها فلان ترى ما سمعت صوتك من امس، انت اوكي بس ارسل لي كذا، اوكي مو معناته ان انت خلاص انسي عنهم، ولا معناته خلينا نصير مثل الاجانب، في حتى الاجانب عندهم ايجابيات وسلبيات في 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 مجتمعهم، ولكن انت قاعد يضرك هالشيء، انت قاعد يضرك هالشيء. وهذا الطفل اللي انت ربيتيه على هالشيء هو الان يظن ان هذه هي الامومه وهذه هي التربية. وإذا لما يشوف أم ما أعطى عيالها الحرية أن يعيشون حياتهم وأن يرتكبون بعض الأخطاء أيضا، هذه إيش فيها؟ أمها ما تدري عنها، أمها ما تسأل عنها، أنت إيش هالأم؟ شلون؟ ما تسألين عن عيالك، ما تدرين عنهم، شلون؟ إذا الشخص في العشرينات في الثلاثينات ليش أمها للحين تلاحقه؟ أنا ما قاعدة أتكلم عن طفل، طفل أنت مسؤولة عنه. ليه ما يصير 18؟ قولي بعد ليه ما يصير 21؟ عمره 15، عمره 14، لا سألي عنه لا تخلينه، بس أنا قاعدة أقول عن طفلك اللي كبر، طفلك اللي كبر خلاص أنتوا الحين عقب 21 أنتوا تصيرون أصدقاء، أنتوا تصيرين سند له. خلاص دور الأم يبدأ يخف ودور الصداقة يبدأ يزيد. فمن ناحية هذا الشخص اللي انت ربيتيه على هالشيء، بعدين باكر يربي عياله على هالشيء ويربي روحه على انه هو يجب ان يقلق بشأن الآخرين، يجب ان يقلق بشأن أطفاله، يجب ان يعيش في هذا القلق المستمر، وهذا يحصل. فمن جانب الأم اللي انا اسولف معاها اللي اقول لها حبيبتي ترى جسمك قاعد يتكركب لان انت افكارك ما قصصي الأحبال، ريحي روحك. ولكن من الجانب الآخر هذا الطفل البالغ اللي أيضا أنا أكلمه وما لقيت اليوم ولا حالة واحدة، ولا حالة واحدة من هالحالات فيها هذا الطفل لا يعاني من القلق والتوتر، يعاني من القلق والتوتر. أنت تزرعين فيه، هو غريب لأنه يصير فيهم شيء يسمونه stable anxiety. stable anxiety معناته انه هو كأنه قلق دائم وثابت، من كثر ما هو دائم وثابت يصير كأنه هو العادي بالنسبة لي، كأنه هي حالتي العادية. فأنا أظن ان انا ما فيني شيء لما أكون في هذا القلق الدائم والثابت، لأن لما بخاف ويصير هلع يصير أكثر من كذي، بس أنا في قلق دائم وثابت.
فدائما فيني شوية هزة تبدأ من الطفولة، لأن كل ما نطيت، كل ما سويت، كل ما سبحت، كل ما في على راسي شخص دائما ميت من الخوف. حتى لما كبرت والمفروض أن في هالعمر مفروض أن أنا أترك للحياة، أترك لتجاربي، أيضا في هذا الشخص اللي ميت من الخوف، ميت من الخوف علي. يعني بعض الأوقات يقولون لي أنا دائما أعرف أن دائما أمي في مكان ما خايفة علي، فيصير هذا القلق الدائم أنه هو دائما عنده درجة من الخوف والقلق، نسبة منها مالته لأنه هو تعود على أنه يكون خايف على روحه، من كثر ما هم خايفين عليه وهو صار يخاف على روحه، فيخاف حتى أنه يصير فيه شيء، فما يقدر يباشر الحياة بهذه الراحة التامة. ولكن أيضا نسبة من هذا القلق تكون قلق مكتسب من الأم أو من الأب، قلق احنا تعلمنا نشوفه، فاحنا كأن تربينا عليه فربيناه في روحنا. فالقلق اللي فيني يكون جزء منه مالي وجزء مني مال، جزء منه مال اهلي. فانا اذا دائما عودوني ان انت اذا صار فيك شيء انا بموت، واقوم انا اخاف اباشر الحياه بدون شعور، احنا قاعد نتكلم على مستوى العقل اللاواعي، يعني اخاف اباشر الحياه بمنظور طبيعي، بمنظور أمان، بمنظور سلام، أن أنا في أمان. ليش؟ لأن أنا إذا صار فيني شيء ما المفروض يصير فيني شيء. بس ننسى أن إحنا إذا ما صار فينا شيء أيضا بنصير هذه الشخصية اللي ما لها طعم، ما حطينا فيها لا ملح ولا بهار ولا بزار ولا شيء، ماسخة ما فيها طعم. فكيف أباشر الحياة الحين أنا كشخص، يعني أنا إذا بنقول كأني أنا هذا الشخص الشاب أو الشابة اللي هي في عمر تقدر تروح تجيب عيال، حتى يا أولين كانوا يتزوجون قبل بوايد، أصلاً كان في هالعمر مواردي عندهم 3-4 عيال، بس إن أنا في هالعمر أقدر إن أنا أطلع للحياة وأتزوج وأعيش وكذا، بس ما زلت أعامل نفسي كأني أنا هذا الشيء الهش اللي ممكن ينكسر في أي دقيقة، ولما أنا أنكسر في شخص وراي بينهدم. فأنا مو بس ما أسوي عشان أحمي نفسي، أنا ما أسوي شيء عشان أحمي هذا الشخص اللي بينهدم. في يعني في هذا العالم نتكلم عنه، نتكلم فيه عن السيكولوجيا والعوائل السامة ويمكن العوائل اللي فيها تعلق، يعني مو شرط أن هذه شخصية نرجسية ولا كذا، بس ممكن بعض الأحيان تكون فيها نوع من النرجسية، لأن أنت جزء من ممتلكاتي أو أنت جزء من ممتلكاتي، فإذا صار فيني شيء، إذا صار فيك شيء، أنا ممتلكاتي تنهدم، ولما أنا ممتلكاتي تنهدم أنا ما أعرف أنا من. فأنا لما جبت الولد وجبت البنت وحطيتهم على العرش وكأنها كؤوس وأوريها حق الناس وأوريها حق صديقاتي وأنا إيه وفلان ما شاء الله الحين صار في الكذا وصار في الكذا وصار في الكذا، فهو كان صار كأنه من ممتلكاتي ومقتنياتي. إذا صار في شيء أنا ما أعرف أنا مين بدون هالكؤوس، لأن أنا عندي هذا التعلق إنهم صاروا كأنهم بروشات معلقة علي، ما أعرف أنا شكلي شلون بدونهم أصلاً. فهو تعلق سام، يمكن له علاقة بالنرجسية، بس مو بكل علاقة سامة نرجسية. في هناك تعلق سام، مو شرط الشخص يكون نرجسي، بعض الأحيان يكون الشخص يعني تكون هي أمومتها مبنية على خوف. لما تكون أمومتك مبنية على خوف، الشخص اللي أنت خايفة عليه يختنق، الشخص اللي أنت دائما خايفة عليه يختنق، يصير ما يعرف يتصرف بدون ما يكلم أمه، ما يعرف يروح مكان بدون ما يطمن أمه، ما يعرف يعيش بعض التجارب بدون ما يهد، فيبتدي يمكن بعض الأحيان يضطر أنه هو يكذب. ليش يضطر أنه هو يكذب؟ لأن أنت كل مرة سويتي صفارة إنذار على كل صغيرة وكبيرة، يعني فهو يعرف أنه خلاص في هذه أمي حدودها هني، إذا قلت لها هالكثر هي مرتاحة نفسيا، وإذا هي مرتاحة أنا بصراحة ما تسوي لي صداع، بس إذا قلت لها شوي أكثر
بيصير فيلم وبتسوي لي فيلم ويمكن حتى ترجعني من المكان اللي أنا فيه وتقصبني إني أقعد في حضنها عشان هي تراقبني طول الوقت عشان كذا، فأنا ما بقول. فهو يبدأ يتعلم في البداية ما يكون كذب، ما يكون نية كذب، ولكن يكون إن أنا بحميها من هالمعلومة، لأن إذا قلت لها هالمعلومة هي بتتعب نفسيا. فشنو يصير؟ يصير ما يسمى parentified child، يعني يصير كأن الطفل هو الأم أو الطفل هو الأب، فيصير كأن انعكاس أدوار. فيصير مثل ما أنت عندك طفل صغير وصار شيء، مثلاً صارت مثلاً حريجة في البناية اللي يمكم وما تبين طفلك يخاف فتطبطبين عليه يقول ليش ماما ايش صار، ليش الناس قاعدة تركض، لا حبيبي ما صار شيء ما صار شيء. فأنت خايفة من 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 انفعال هذا الطفل الصغير، فقاعدة تطبطبين عليه لأن تعرفين أن جهازه العصبي وعواطفه ما تسمح له أنه يسمع هذا الخبر كمثال. فيصير العكس، يصير هذا الشخص اللي أنت ربيتيه الحين ما قادر يقول لك شيء لأن أنت انفعالاتك زايدة عن اللزوم. فيصير كأن أنا كل مرة بسوي شيء خارج الصندوق الإطار اللي أنا محطوط لي في هذه العائلة، أمي تنفعل وتقعد تصيح وتصرخ، ويمكن لأن أنت شخص راقي وثابت ما تنفعلين بهالدراما يعني، وما تسوين كذي مسلسل فيلم هندي، ولكن تنفعلين بطريقتك. أنا كم مرة اتصلت فيكم وأنت ما تجاوب، وأنا كم مرة تنفعل مثل الأطفال اللي في البرادة لما تقولين له ما يصير تاكل هذا الشيء، لا أنا لا أسمي، أو مثل الطفل لما تقولين لأن أمك يمكن تموت في يوم من الأيام أو يكتشف أن أمه يمكن تموت يبدأ يصيح ويهو. ليش؟ أنه هو ما قادر يشوف حياته بدونها، هو يشعر أنه هو كيانه جزء من هذا الشخص، هو ثباته جزء من هذا الشخص. بس تنعكس الأدوار بعدين، يكبر الطفل ويخرج إلى الحياة بس كيان أمه مرتبط فيه، فإذا هو صار فيه شيء أمه اللي فيصير انعكاس في الأدوار. ولما يصير هذا الانعكاس في الأدوار نعود إلى هذا التوتر الدائم، مو بالدائم الستيبل انزايتي، كأنه ثابت، كأن توتر ثابت، يعني مو شرط انه هو يقل او يزيد بس هو دائما موجود، كان تحت السطح موجود. فانا فيقوم هو يباشر حياته ويباشر دراسته ويباشر علاماته ويباشر حتى ركوبه في الطياره ونزوله منها ومتى سافر ومتى ما بيسافر، عنده سفره باكر ياخذ من خوفك ويخاف على روحه. يعني أنا إش كثر عندي اليوم طلاب يسافرون ويروحون ويجون، الحوار بيني وبينهم شنو؟ يصير فيني هلع وخوف وقت اللي أركب الطيارة، ليش يا حبيبي؟ ما أدري ليش، نقعد نفتشت ونبطل ونطلع ونكذا، من وين داخلك هذا الخوف؟ من وين داخلك؟ أخاف أموت، إذا وإذا مت؟ قضاء وقدر، خلاص وين الله في هالموضوع كله؟ مو شرط أن فيصير فيه، شفتوا شلون لما الأم لما تجيب عيال تصير تخاف على روحها أكثر؟ نفس الشيء يصير عكس في الأدوار، يصير الطفل يخاف على روحه أكثر عشان الأم ما بتقدر تعيش بدونه. إحنا لما نجيب عيال تقومين أنت يعني ما تسوين أشياء جنونية كثر قبل، اللي كان يسوي أشياء جنونية ما يسويها كثر قبل إذا ياب عيال، يعني دائما أسمع هالسالفة لحظة هذا الشمس بعيني. فلما دائما يقولون لي يعني لما إيه عن عقب ما جبت عيال هدأت، عقب ما جبت عيال ركزت، ليش؟ أنا أحس بمسؤولية إن هذا الطفل إذا صار فيه شيء أنا ما أقدر أعيش بدوني، أنا مسؤول عنه، أنا يعني المفروض خله على الأقل يكبر. بس في parentified child اللي هو الطفل اللي هو صار أم أو أب يصير العكس، يصير هو يخاف يصير فيه شيء في أي مغامرة، حتى لو بس بيسافر بروح الجامعة، في أي شيء يسويه في حياته خاف يصير فيه شيء، لأنه كأنه عنده في البيت شخص معتمد عليه وبينهار إذا هو صار فيه شيء. أنت يا أم أو أنت يا أب أنت شخص بالغ وأنت مسؤول عن مشاعرك، ومهم جدا أن أنت تثبت روحك حتى إذا أنت خايف ومنهار من داخل، مهم جدا أن أنت تبحث عن الثبات والهدوء العاطفي في مكان ما،
سوي لك دورة، سوي لك تأمل، سوي لك تنفس، تعلم عن روحك، ابدأ فكك، شوف انت من وين ياك هذا الخوف وهذه المشاعر هكذا. انت اشتغل على روحك عشان ما توري طفلك هذه المشاعر. انا اقول طفلك بس انا قصدي ابنك البالغ الان، وحتى ابنك الصغير، لانه هو ما يصير بين يوم وليله، صح؟ فهو يبلغ حتى يوصل عمر مثلا انه مسموح له يطلع من البيت، يتخرج من المدرسه، خلاص خلص، صار عمره 18 19 20، وانت للحين تنهارين اذا ما رد عليك، ولا للحين تنهارين اذا كذا. بس هو مسموح له الان انه هو يدخل في تجارب جديده، تجارب جديده، ويخلي ان الحياه يعيش، يخلي الحياه تعلمه، تعلمه الجيد والسيء وكل شيء مع بعض، لانه هو باكج كامل، بدون ما يحس ان انت دائما وراه قاعده كذي تنافخين على راسه يعني. فهل هذا مؤلم عند الامهات لما عيالها لما تحس ان خلاص التعلق خلاص ما يحتاجونك؟ ممكن يكون في جانب مؤلم اذا انت بنيتي حياتك على ان اهما كل شيء في حياتك، واذا فات الاوان وانت حين خلاص صارت هالمشكله او صارت هالغلطه ان انت بنيتي حياتك حولهم، ما احس ان الوقت متاخر ان انت تبنين لك شيء ثاني تشغلين روحك فيه، شيء ثاني تساهمين فيه في الحياه. انت الحين ربيتي شخص، دخلتيه المجتمع، مفروض انه هو الحين يكون عنده الفرصه انه هو يدخل الحياه ويكتسب خبرات وتجارب جيده او سيئه، والشين بيتعلم منه، والجيد بيكبر منه وبيستانس، وممكن يجني مال ويمكن يخسر مال ويمكن، وانت مو مسؤولة، انت سند اذا احتاج، انت سند اذا احتاج. فلما اتكلم عن هالفكرة استغرب صراحة، يعني استغرب ان المستمع يستغرب ان شلون يعني اذا احتاج، يعني ما انصح؟ لازم انصح؟ طلب منك نصيحة؟ لا، انا لازم انصحها، يعني طلب منك نصيحة؟ لا، وضحي لي ان انا موجود اذا تحتاج نصيحة. وفي بعض الاحيان بيسألك عن اشياء انت ما عندك فيها تجارب، فما في داعي كلش تفتين فيه يعني، او يعني عن الاب ايضا يعني. فاطمة تقول بعد سن المراهقة مفروض العلاقة تكون صداقة، هو بعد عمر معين، انا اقول يعني بعد 18 19 ممكن العلاقة تكون صداقة. طبعا دائما في هذا الحاجز، مو شرط ان تكون صداقة وتطيح الميانة وخلاص كل شيء عادي، ممكن ان انا ما زلت يكون عندي هذا النوع من يمكن الاحترام او نسميه، يعني مو شرط ان احنا نكون خلاص بنفس المستوى، بس مو شرط ان انا اكون خانقة هذا الشخص بس لان انا امه او ابوه. فانا الحين هذا الكلام موجه للام اللي هي تخنق عيالها، وهم قاعدين يجون لي وقاعدين نسولف على هالموضوع، وهم ما قادرين يفاتحونك في الموضوع وما قادرين يسولفون لك فيه، لانه مره ثانيه بيصير انفجار وبيصير فيه انهيار. والكلام ايضا للشباب اليوم اللي قاعدين يحاولون يعيشون حياتهم ولكن مخنوقين بهذا التعلق السام اللي هم ما كان لهم ذنب فيه، ويشعرون بهذا التأنيب الضمير القاتل، يعني تأنيب الضمير فعلا من المشاعر اللي تنخر في الجسم وتاخذ منه كل شيء، يعني يصير من كثر التأنيب ما قادر يعيش حياته. فتلاقين انه حتى هو فهم المبدأ من هالحلقة، خلينا نقول قرر انه هو يعيش حياته، حتى لما يسافر يشعر بالذنب، حتى لما يسوي اشياء بسيطة جدا ما زال يشعر بالذنب، حتى اذا يبي يقعد في البيت وما يسوي شيء، ما يبي يزورك مثلا، ما اليوم مشتهي يزورك، بعد يشعر بالذنب. وتشوفي شلون الخيار بسيط جدا، انه بس يبي يسوي لا شيء، بس يبي يقعد بروحه في البيت ويطالع فيلم كمثال. انت ما زرتني اليوم، انت فيك شيء، انت زين، انت زين، انا 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 تعبانه، انا مريضه، انا ما زرتني، انا وحيده، انا كذا، انا عايشه بروحي، انا ما تعرف انه. فيصير شنو؟ parentified child، هو الاب وانت الطفل، هو الام وانت الطفل، هو مسؤول عن مشاعرك. وفي الحقيقه ان انت شخص بالغ، انت كنتي شخص بالغ قبل حتى هو ينولد، انت مسؤوله عن مشاعرك،
وانت مسؤولة عن وحدتك، وانت مسؤولة عن القرارات اللي اتخذتيها في الحياة اللي حطتك في الموقف اللي انت فيه الحين. وهو وجوده مفروض انه يكون إضافة، مو وجوده وهو الأكسجين اللي انا اتنفسه وبدونه بموت. وجوده إضافة لان انا احبه، لاني استانس معه، لان استانس اسولف معه، استانس اشوف هو ايش قاعد يسوي هالايام، وايش قاعد يقرا، وايش قاعد يدرس، وايش قاعد يشتغل، وشلونه وشلون عياله. بس مو لانه هو مخنوق ومضطر، لانه اذا هو ما ياني انا بموت. فهو كانه ييج بس عشان يعطيك هالاكسجين، بس عشان ايه لازم اروح حق امي. لانه فإذا أنت من هالأشخاص الشباب اليوم، أو أنت من هالشباب اللي تحسون أنه مخنوقين، أنا نصيحة اليوم يمكن نرسل هذه الحلقة للأم أو الأب، لأنها كأنها يمكن تمهيد يكون لطيف شوي على الموضوع كبداية. ولكن دائما دائما أنصح أنه يكون في هذا الحوار الصادق، دائما يكون في تواصل، يكون في هذا الحوار الصادق، أنه وين أنت حدودك تنتهي، وين أنا حدودي تبتدي. وفي بعض العلاقات اللي فيها تعلق سام ما في حدود، ما اعرف انا وين ابتدي، وين امي تنتهي، وين انا ابتدي. يعني كأنه داخلين يسمونهم انمشت، داخلين في بعض، وانت حياتك من حياتي، واذا صار فيك شيء انا اموت، واذا انت صار فيك، واذا انا صار فيني شيء لازم انت تذبح روحك عشاني. فالشاب عاده يحتاج انه هو يعرف وين الحدود. وإذا بدأ يتعلم عن أن أنا أبدأ أحط حواجز، وأبدأ أشرح حق مثلا، ساعات تقول لي مثلا أن أمي تتصل فيني في الشغل وأنا في اجتماع وما تقبل أن أنا ما أشيل، وينك أنت؟ أنا كنت في اجتماع، يطلع لها 5 missed calls حقب الاجتماع، أنا كنت في اجتماع بس ليش ما تردين؟ أنا كنت في اجتماع. فهذه الحواجز تكون غير موجودة، خلاص لا حواجز ولا شيء، هي سيارة ويات داست على الكل، انت ما تقولين لي ان انت مشغوله انا امك. فيبدا الشاب اليوم يتعلم، لان هذا الكلام موجود اليوم في عالم التطور وعالم تقليل المشاعر المتاججه في الشخص. يعني الشخص لازم يحتاج انه هو يقلل هذه المشاعر المتاججه، فيقوم يبحث ويدور، فيكتشف انه هو امه وابوه داخلين في بالعمى، ما يقدر يعيش، صعب عليه انه يعيش. مو معناته ما يحبهم ولا بيوجبهم ولا بيبرهم، بس من يبدأ يحط شوية حواجز، انه اوكي انا هني الحاجز مالي، انت ممكن تدخل وممكن تسأل وممكن كذا، بس انا الحاجز اللي عندي ممكن مثلا اتحفظ بعض الاحيان عن الاجابة، ممكن بعض الاحيان في اماكن بروحها مو شرط اني بقول هي وين، ممكن بعض الاحيان في كلمات وفي مثلا نبرة صوت وطريقة كلام انا ما اقبلها، فانا حط الحاجز هني. بعدين ايش يطلع؟ يطلع كرت البر، انت ابن عاق، انت فما بدخل انا الحين في موضوع بر الوالدين، ولكن في حلقات كثيره تتكلم عن بر الوالدين والعلاقات السامه وكذا، وممكن ان انت تدخل وتبحث فيها بنفسك. ولكن البر ما يقول ان انت مسموح لك تدخل تهدم الجدار وتدخل بيتي ومكاني وعقليتي وقراراتي وكل شيء، ما يقدر. فهذا الشخص لأن أنت ربيت فيه هذا التوتر الثابت المتواصل، هو بعدين يزيد عنده هذا التوتر مع الوقت، وبعدين مو عارف هو ليش عنده التوتر، فيصير عنده مشاكل بطن، مشاكل قولون، مشاكل ارتجاع، مشاكل لوز، مشاكل صداع، مشاكل. وطبعا هو لما يكون اصغر في السن يقدر انه هو يتخطى هذه الاشياء، بس مع العمر تبدا هالاشياء تخنق، يبدا يختنق مع الوقت وما عارف ليش، وبعدين هو يكرر نفس الدوره مره ثانيه، يسويها في عياله، وكل ما يصير شيء في عياله هو يخاف عليهم زياده عن اللزوم لان انت عودت على هالشيء. فانا نصيحتي دائما الطرفين، الطرف اللي قاعد يسمع الحين اللي هو، تروح للطرف الاخر بهذه الحلقة يمكن ترسلها لهم كتمهيد، وبعدين يصير في هذا الحوار. إذا نشعر أن بعض الأحيان الطرف الآخر لن يستمع لأنه لم يكن مستمع جيد في السابق، إذا كان مثلا شخصية نرجسية وشخصية مثلا طاغية ولا شخصية أنانية مو مستعدة أن تسمع لك، وأنت بعد لك قوة عين، قوة عين بعد تتكلم، تكلمني بهالطريقة بعد تبي حواجز، ها نحن
إذا تحس إنه بيكون في خطر عليك أو بيكون في أذى معنوي لك، أذى عاطفي أو أذى جسدي طبعاً، يمكن أحسن إن أنت تكون مع مختص في هذا الحوار، يكون قاعد معاكم مختص في هذا الحوار، ويمكن تقعد أنت بروحك أول مع المختص وتبدأ تتفاهم. طبعاً كل هالكلام اللي أنا قاعد أقوله على السوشيال ميديا، فأنت ما المفروض أصلاً تأخذ معلومات وتطبقها على نفسك إلا وأنت فاهم نفسك زين، ويفضل إنه يكون فهمك من شخص عارف شغله. فتبدؤون في هذا الحوار، وقد تكون في بعض الحوارات أو جوانب من هذا الحوار اللي يكون شوي فيها ألم، يعني يمكن هالطرف يتضايق ولا يمكن كذا، بس هذا الشخص البالغ اللي ياب عيال، لما ياب عيال هو كان شخص بالغ وهو المسؤول عن مشاعره، وما المفروض أنه هو يعلق هذه المشاعر شماعة، يحط الولد ويسوي شماعة ويعلق عليه شماعته، يعلق عليه كل مشاعره، حسيت بوحدة منك، مرضت وما قادرة أطيب كله منك، عندي مشاعر خوف وقلق كله منك، أنت ذبحتني، أنت طلعت لي الشيب، أنت سويت لي المادري شنو. إذا أنت ما قادرة تتعاملين مع هذه المشاعر الخوف والقلق الشديد اللي فيك، أنت لازم تلجئين لمكان ما تتعاملين معها، مو هو الشماعة اللي أنت تعلقين عليها كل شيء، لأن في هالحالة أنت قصرتي في هناك تقصير. وعرف أن الكلمة قاسية شوي، أنا كأم صعبة الكلمة أصلاً تنسمع، ولكن أنت مهمتك كان أن أنت تربين شخص سوي يعرف كيف يتعامل مع الحياة. الشخص السوي لا يكون لديه توتر متواصل وثابت، الشخص السوي ما عنده خوف من أبسط الأشياء اللي المفروض أنه يسويها كل يوم، خاصة بحكم صغر عمره مفروض يسويها ولا بمفتكر. الشخص السوي ما مفروض أنه يكون عنده درجة تأنيب الضمير اللي هو قاعد يحس فيها اللي أنت ربيتيه عليها. فنعم هناك تقصير أنت كان لك دور فيه، إذا ما كنت تعرفين أن أنت كان لك دور فيه، تراجعين نفسك الحين وترجعين وتتطورين، لان هذه مسؤولتك انت، مسؤوليتك انت ايضا بغض النظر عن العمر، لان هذه العلاقه لا تنتهي، تبقى مدى الحياه. هو مو ابوك ولا هي مو امك، انت الام او انت الاب، انت المسؤول عن مشاعرك، انت تتصرف في مشاعرك وتربي هذا الطفل، تربي هذا الولد قصدي الان بما انه هو كبر، تعطيه هذه المساحه لكي يعيش حياته ولكي يدخل في تجارب مختلفه جيدة كانت أم سيئة. تنصحها؟ أنصحها، يعني أنا أقول لا تنصحها إذا النصيحة طلبت، بس أي بس فما أعرف، خلينا نشوف. هل الشخص القلق من المستقبل شخص غير سوي؟ أنت شو تحسين؟ أنت شو تحسين؟ يعني هل القلق بيغير المستقبل؟ هل القلق بيفيد بيغير نتيجة الشيء اللي بيصير؟ شنو قاعد يسوي القلق غير انه قاعد يحرق في جسمي؟ فنعم القلق من المشاعر الغير سوية، دخلني القلق، يدخلني في ضربات قلب أقوى، يدخلني في قرارات ما أقدر أفكر فيها، يدخلني في ضباب في المخ ما أقدر أفكر عدل، ضغطي ممكن يرتفع، الدورة عندي ممكن تعتفس. وش بيغير؟ ما بيغير شيء، أنا قلقت ولا ما قلقت، هي الدنيا ماشية صح؟ فنعم هو غير سوي، مو معناته أن أنا في حياتي ما بقلق ولا مرة في حياتي، بس أنا قاعدة أتكلم عن هذا الشخص اللي عنده قابلية كبيرة للقلق، اللي دائماً عنده قلق، خاصة أتكلم عن الشباب اللي المفروض أنه هو يكون في مرحلة عمرية مرتاح، ما يحاتي شيء، ما يخاف من شيء، روح عيش حياتك. تقلق يقلق كنا شايب، كنا ريال واصل عمره ما أدري كم، كنا الحياة هزتها مليون هز، وأنت للحين صغير، ليش؟ بنات بطنهم محفوظ، حتى شباب في الواقع يعني بطنهم محفوظ، حالتهم حالة، ليش؟ شنو عندك أنت هموم من الحياة الحين في هالعمر الصغير؟ لما نبدأ نفتح نكتشف أنه هو هذا الطفل اللي هو صار أم أو أب قبل عمره، كبر أسرع من وقته. المهم
خلاص أنا بترك الموضوع على هالفكرة، وأتمنى أن الفكرة وصلت، أتمنى أن ترسلونها للأشخاص المعنيين اللي تحسون ممكن تفيدهم، وبحفظها في الإنستغرام وبنزلها على اليوتيوب إن شاء الله. وإذا نسيت شيء سامحوني على القصور، وإذا تحكيت وايد وكررت لأن ترى هذا مرتجل، يعني ما عندي شيء مكتوب ولا عندي شيء جاهز مجهزته، بس هو فعلا الكلام من القلب. يعني قاعدة أنا أجيب لكم أو أحاول أجيب لكم مواضيع من الساحة، هذه الأشياء اللي قاعدين نشوفها اليوم وقاعدين نشوفها تتكرر وقاعدة تأثر على الناس حوالينا وقاعدة تأثر على هذا المجتمع. الشباب اليوم اللي طالعين اللي هم بيشيلون المجتمع باكر، ما نبيهم يكونون مهزوزين، ما نبيهم يكون فيهم هذا التشويش اللي داخل عليهم. فبس حطوا لي تعليقاتكم، ما أقدر أقراهم للأسف، بس إن شاء الله وصل الموضوع. حطوا التعليق في الحلقة لما تنحفظ، أو حطوا التعليق على يوتيوب لما تشوفونها. وأذكركم أن رحلة الهند فيها مقعد واحد مفتوح حاليا فقط، وأنتظر أشوفكم في الرحلة إن شاء الله. عليا retreats.com. نراكم على خير، مع السلامة.